المبادره هذه الشوق وهذا الحنين الاخوان ديالنا اللي في الحوز اللي شفنا هذا الشيء في التلفازه واللي شفنا الحكومه وشفنا سيدنا الله ينصره قام بهذه المبادره هذه. جينا بالشوق لهذا الحوز بالامتعه ديالنا بالمحسنين بالبضاعه ديالنا بالدم ديالنا باش نكونوا فداء للاخوان ديالنا في هذا الشيء. هذا ما نعسينش مره والنوم ما كايناش شي حاجه سميتها النوم، يعني عادي كان نعس مزيان وفرش مزيان ونعس في الفراش ديالي مزيان. ملي شفت هاد الاخوان هادي وشفت هاد الاخوان وشفت هاد المحيط هذا وشفت هاد الامبيوس وشفت الصحافه وشفت الناس كتقوم بكل ما اوتي لها من قوه الحمد لله ولله الحمد. احساس لا يوصف، واحد الاحساس جد رائع. اولا بغينا حنايا نطلعوا بيدنا ونفرقوا هاد الناس، هذا حرقه فينا كانت فينا باش نتلاقاو المواطن ونتلاقاو الاخ ديالنا باش نعطيو هاد الشيء اللي في يدو يد في يد باش نواسيوه، نعطيو هاد الشيء هذا ونواسيوه مواساه ونعزيوه في العزايا الضحايا ديال الزلزال. ولكن لحسن الحظ ديالنا الطريق كانت مقطوعه في جامعه اغيل، يعني مجدوده، الناس ما استفدوش. كلفنا واحد الناس، واحد المحسنين، واحد خمسه ديال الدواوار هما اللي يتكلفوا بهذا الشيء هذا، ويعني هما يتحملوا المسؤوليه ويفرقوا نقطه نظام ان شاء الله يا رب. ملي كنت كنشوف هذا الشيء هذا في التيك توك وكذا، انا بعدا نسكن على راسي السماء وما كنجبرش كل دقيقه وهي الهليكوبتر في السماء، يعني الوقايه المدنيه. لما العسكر جاو حملونا في الجيبات ديالهم وطلعنا والدرك الملكي والوقايه المدنيه وكل والجمارك كل شيء نسقوا مع بعضيتنا، والقائد ديال المنطقه هذه ركبنا في الجيب وطلعنا شفنا التضاريس ديال المكان هذه وطلعنا واحد الامتعه فرقناها في الطريق. يعني السلطات قائمه بالواجب وسيدنا الله ينصرو عاطي التعليمات ديالو الساميه، الله ينصرو لينا ويخليه لنا. سيدنا راه قايم بالواجب والدولة ديالنا قايمة بالواجب والحكومة قايمة بالواجب والمسؤولين راه قايمين بالواجب. ما نديوش بالهضرة ديال التيك توك وانا وعتقونا وديروا لنا، اجي شوف اخاي شنو كاين هنايا، اجي شوف المكان اخاي اللي مقطوع، اجي شوف الجرافات اللي الساعات اللي كتكون فيها راه جرافات ثلاث ايام هما كيحفروا وباقيين كيحفروا. جينا بواحد الحساب وملي جينا لهنا تفاجئنا في الحقيقة، جينا لقينا دوك الدواور اللي هما محتاجين لهذ المساعدة ما دايزاش لهم الطريق، ومشينا درنا محاولة ودرنا محاولة ودرنا محاولة، للأسف الشديد ما لقيناش الطريق لدوك الناس، لأن إلى حد الآن باقي ما وصلش لهم الطريق اللي هما الدواور اللي كاينين في جماعة إغيل. درنا هاد الناس هادو قلدوني وداروا فيا الثقة ديالهم وقالوا لي الله يجازيك بخير أنت غادي تكلف بهاد القافلة، غادي تنزلها هنا تدوز الطريق وغادي تفرقها لمواليها على حقها وطريقها. كاينين بعض الناس اللي كيهضروا بزاف في الفيسبوك وكيهضروا في التواصل الاجتماعي وعلاش القوات المسلحه وكذا وكذا والقوات، يعني القوات الحمد لله والشكر لله، راه داك الشيء اللي شفنا في الطريق راه عجيب، راه عجيب. راه كاينين الناس اللي خدامين، لقينا العسكر في الطريق ولقينا الدرك الملكي تحيه لهم، لقيناهم داك الشيء اللي كيعانيوا، راه حنا ديك البلاصه اللي واقفين فيها هما حنا دزنا بالشهاده كنقولوا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دزنا حنا غير دزنا، اما هما راه واقفين تما. لهذا الحمد لله الشعب المغربي بان على حقيقته، بان بان كيتضامن مع اي متضرر. الحمد لله والشكر لله هذه المنطقه هذه والمنطقه كاملين اللي فيهم هاد الكارثه الطبيعيه، نتمنوا الله تعالى الله يحد الباس. راه جات المساعده من جميع انحاء المملكه وجات المساعده من الجاليه المغربيه، وتحيه للجاليه المغربيه يعني خارج الوطن وداخل الوطن كل شيء اللي ساهم الله يجازيه بخير. لهذا حنا غادي نتكلفوا ان شاء الله بهذه القافله توصلوها للبر الامني ان شاء الله يا ربي باذن رب العالمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.